المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيفاه يخلق لي أزمة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله هي اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. أنا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مقصودة سيد رئيس، مقصودة جدا. لماذا مقصودة في رأيكم؟ باش تخلق بالبلاء سيادة الرئيس. أنا هضرنا على العطش، هضرنا على الماء، على المجهودات تاع الدولة باش توفر الماء. الناس نساو باللي كانوا يشربوا الماء المالح، اليوم راهم غضب والماء وهذه، وغضب في النقل وغضب في هذه وغضب، خلق غضب. إذا كان السجون ليست عبرة بالنسبة لهذا، خليه اللي خاف على عائلته وشاف خاف على شرفه مبدئيا ما يديرش هذه الأمور هذه، حتى ولو ما فيش سجن. خاف ربي، لأن قوت الفقير والبسيط اللي ما يخافش ويطلع حسابات، يقول أنا خلي يديروني في الحبس وهادو راه ماشيين والناس اللي في الحراش غادي يخرجوا ويخرجونا وننتقموا منهم ونديرون، يعني حسابات دراري انت شباو مافواش. يعني الإنسان اللي ما عرفش روحو راه في دولة والدولة تمشي بالقوانين، الناس هادو كلاو البلاد وما زالوا طامعين باش ياكلوا، انتهت سيفيني لا ريكرياسيون. أنا ما تنساش أيها المواطن، عمري ما قلت لكش ما كانش دراهم باش نخلصوكم، عمري ما قلت لك باللي إذا قعدنا كيما هاك ما عندناش باش نشرو الماكلة. يعني يقول لك السكن ما يحبسش، راني زدت لك في الأجور، يعني درت لك منحة، نهار اللي درنا المنحة تاع البطالة كارثة. أو لطيف لطيف، كارثة اقتصادية ودوك هذا ودوك الجزائر طيح وصندوق النقد الدولي، الجزائر زادت مات. باش خص الناس الذاكرة نتاعهم لازمها تكون ذاكرة طويلة، مش ذاكرة نتاع الظرف تاع أسبوع ولا أسبوعين ولا كذا ولا هذه. وأين كنا وأين أصبحنا؟